كلمتك مليون مرة، يا قافلة زفت الموبايل يا ما بترديش. أنا مش فاهمة الحقيقة مين عندك أهم مني دلوقتي عشان تعملي كده. أنت ما بترديش ليه؟ مش هتقولي لي اتفقتوا على إيه طيب؟ أنا كده كده ليا 50%. كلمتك مليون مرة، يا قافلة زفت الموبايل يا ما بترديش. أنا مش فاهمة الحقيقة مين عندك أهم مني دلوقتي عشان تعملي كده. أنت ما بترديش ليه؟ مش هتقولي لي اتفقتوا على إيه طيب؟ أنا كده كده ليا 50%. عمرها ما هتنضف. أنت عارفة متأكدة يعني، متوقع. مستنى إيه من شيرين؟ مفيش حد عدل. بعدين شيرين بالذات دي انا عارفه طول عمري انها كده، عشان كده بتعامل معاها على القد. بس انا استخدمتها مع مي عشان هما الاثنين اقذر من بعض. طب مبدا الله ما اضرب الظالمين بالظالمين ولا ايه؟ انت عارف شيري دي طلبت كوميشن من التافهه اللي اسمها مي دي، عشان دي انسانه ما عندهاش رضا، طول الوقت عايزه اكتر واكتر واكتر، ما بتشبعش، ودايما عينها في اللي في ايد غيرها. طب انت عارف يا زيد، انا ببقى قاعده بتكلم معاها كده زي ما انا قاعده بتكلم معاكي، هي مش بتبص لي في عيني، هي قاعدة بص على خاتم انا لابساه، ساعة، شنطة في ايدي، مع ان يعني هي مش محتاجة ولا هي ولا جوزها. اظن بعد اللي سمعتيه ده هتقطعي معاها تماما، وانا هيبقى ليا كلام تاني مع هشام. لا زياد، انا مش عايزاك تقول هشام اي حاجة خالص. ممكن لو سمحتي تسيبني انا اتعامل معاها بطريقتي. انت مش هتواجهيها بالفويس ده ولا ايه؟ لا طبعا مش هواجهها، ده مش وقت المواجهة، سيب المواجهة لوقتها. انا دلوقتي كل اللي انا عايزاه ان مي دي تبعد عن اكرم خالص، عشان كده عايزة استخدم شيري للاخر، عايزاها تفضل كارتي في ايدي، فاهمني؟ اوكي زياد، اوعى تقول له. خلاص مش هقول له. ماشي، حلو الاكل النهارده. انا خلاص فهمت الفوله، عرفت انك مش هتدي اكرم مليم واحد من الورث بتاعه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.